سؤال آخر اللي هو حكم اقتداء الناس بشخص يصلي بجواره. يعني أنا مثلا دخلت في الصلاة وبعدين أنا نسيت، أنا مش عارف أنا في الركعة الثالثة ولا في الركعة، بس عارف إن فلان ده جاء معي في الإيه، يعني وأنا داخل المسجد مثلا الأخ ده دخل معي، فأصبحت صلاته مرتبطة بإيه؟ بصلاتي. فهل يجوز أن أعتمد عليه في الإيه؟ في الصلاة. ده اسمه حكم اقتداء الناس، وأنا نسيت ففي شخص بيصلي بجواري، هل يجوز لي أن أقتدي به؟ يبقى اسمه اقتداء الناس. ودي بتحصلنا أيضا كده، يعني مثلا أنت دخلت في الصلاة بس أنت نسيت أنت صليت كم ركعة، يعني مثلا دخلت في الركعة الثالثة، فأنت ما أنتش عارف هل دي الركعة الثالثة ولا الرابعة، فأنت قلت والله فلان ده دخل في الصلاة إيه؟ دخل في الصلاة معي. لو هو جام أنا أبوه، لو هو جلس يبقى أنا إيه أجلس، يعني على أساس إن هو إيه؟ هو دخل معي في الإيه؟ في الصلاة. فنقول إذا شك المسبوق في عدد الركعات فإننا لا نرى مانعا من أن يتحرى صلاة المسبوق الذي بجانبه ودخل معه في الإيه؟ في الصلاة، لأن هذا من العمل بغالب الإيه؟ الظن. يبقى يعني ما فيش مشكله انك انت تقتدي ايه، تقتدي بيه، لان اصلا في المفروض لما اذا نسيت يبقى ايه بتعمل بعمليه التغليب، تقول انا والله انا مش عارف انا صليت 3-4 فتغلب. فاذا لقيت واحد بجنبك فمن الممكن انك انت تقتدي بيه في هذه الايه، في هذه المساله. فقد يدخل اثنان مع الامام ثم ينسى احدهما كم صلى او كم ادرك مع امامه فيقتدي بالشخص الذي الى جنبه، فنقول لا باس ان يقتدي بالشخص الذي الى جنبه ان لم يكن عنده ظن يخالفه او يقين يخالفه، لان هذا رجوع الى ما يغلب على ظنه، والرجوع الى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا باس به على القول الراجح. هذا الامر ليس فيه حرج، لو نسيت فمن ممكن انك انت تقتدي بمن هو بجنبه.